يمكن الحي السياسي للسيد سمير ديلو خديش فغادر البرنامج معناه. معناتها هو زاد من عنده كيكه، معناتها كي قام معناتها اللي كان إذا ينجم يقعد خاطر ولا لا؟ احنا البرنامج تعدى وبعديك شفت برشا 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 معناها برشا كلام قريته في الصحافه المكتوبه وبرشا شفت كلام على الفيسبوك. للتوضيح ان لطفي العبدين ما يلعبش لم يلعب باصابعه كما قاعدين يقولوا، ولا لكن قال الكلمه هذيك معناها اليدين ما تحركوش اصلا تاع لطفي فهمتك العبدين. فهمتك. ما قالش كلمه زايده، معناتها فينالمون الكلمه حتى كان اعطاها معنى هكا ولا هكا، معناتها اللي قال كان كلمه صباعه، معناتها كهو ايه قال احنا اعطيناكم صباع الازرق انتم ولا ولا تعملوا لي تيت هكا. هلا ذودي كما العاده، معناتها ما يسالش تقولها اللي على لسانها تقوله، معناتها مش مشكله. هلا هلا انا اللي عندي اقول هلا ذودي. ربما الساده المستمعين يأولوا الحكايه ويخدش حياة السيد المستمعين. هلا زوادي، نجمو نحكيو تو في الاعلام التونسي على انفلات نوعا ما، معناتها في التلفزه التونسيه، وهو الهدف من هذايا هو الربح المادي، ومعناتها وناخذوا برشا اودينس باش يتفرج فينا برشا عباد. والله اذا نقول والله لا، معناها كان حبينا نعمل البوز رانا عملنا بوندانونس كما الناس الكل. كما شكون؟ حتى في كل برنامج بلا مسامة نعملوا بوندانونس. اي. نعملوا برومو نتاع البرنامج. الجمعه هذه ما عملناش البرومو. فهمتك. دونك كان حبينا اونغري لو بوز كما تقول لي انت، ولكن حبينا نعملوا خماضه ويا ناس تفرجوا فينا اول مره وزير حقوق الانسان والعداله الانتقاليه يغادر بلاتو تلتزي. رانا عملناها بالك شي خوف من اداره القناه انه تعدي بوندانونس كيما هكا. خوف من شكون؟ كان خاف وراهم عادي ناس البرنامج. جمله انا كان فما خوف جاست نبض راهو البرنامج اصلا ما تعديش. صحيح في قلب بعضه معناها. هو جوست اون كيستيون اسكو شكرا ما تفهم خوف تويكا وحنا ظهري ما خافتش من قبل باش تخاف اليوم على شنو معناها؟ قدامنا ننتظر 23 اكتوبر. لا بالحق والله سيريزمون معناها في بلا مجامله، انا برشا ديجا وقت رجع بلا مجامله قال لي شنو باش يتبدل؟ قلت لهم هو بلا مجامله تحبوا نردوا بكل مجامله؟ معناها علاش معناها البروغرام الي كوم سا. هو لو قلنا نحكي كيما نحبوا حتى ولا واحد يدخل فينا وما زلنا نحكي كيما نحبوا على راحتنا ولا واحد يدخل فينا. هو سمير ديلو في باله اللي لطفي العبد اللي جايه؟ سمير ديلو وقت وجهت له دعوه استدعيته حرفيا قال لي هلا انا مضرب عن السياسه وما نحب نحكي كان في الثقافه. هذاك علاش جبتوه كانسان معناتها مشكل. قلت له مرحبا بيك نورنا وتشرفنا اما ما تسالنيش كون معايا انفيتي. كان سمير ديلو توجه لي بالسؤال وقال لي هلا يا زويدي شكون معايا في البرنامج؟ انا قلت له لطفي العبد اللي. فهمتك. انا سي كلير غينيت. اي هي دبون فوا هو ما سالنيش فما جاوبتوش وما ليش مطالبه اني نعطي قائمه الضيوف. لا سا سي فغي. انا معناها كي بدا الضيف ما يسالش ما عنديش علاش نعطي قائمه بقائمه الضيوف. ما تظلكش الحكايه هذه هي اللي نرفزته معناتها. البرنامج اسمه على جسمه. فالاكيد ان الحديث باش يكون فيه بلا مجامله. ما تظلكش الحكايه هذه هي اللي نرفزته اكثر منها، معناتها ما حبش يواجهه ولا حاجه، معناتها كي دونك تسبل بالحكايه هذيك بالكلمه اللي قالها. تسبل ما تسبلش من عاش فاصون لطفي العبد اللي ما عمل حتى جيست بيتيس. فهمتك. ولو كان عمل جيست عمل ايحاء ايحاء الكاميرا وقتها منصوبه على سمير ديلو راهو دخل رياكسيون سمير ديلو في وجهه اوكي رياكسيون. اي 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 سمع الكلمه عادي جدا جوستومون ما قال حتى شيء. اي هو قعد وتكلم معناتها اللي وحكي ومن بعد عطاها على راسه ما قال حتى شيء وبعد قرر باش يخرج. ما فهمش علاش معناتها اللي قال قلت له انا بيجي قلت له يا اخي يظهر لي او صار تاويل معناها عندك للجمله. علاش انا با رياجيت تو سويت؟ قال لي يا اخي سي اون فان كونت سي ميريتي مش عايش في المريخ. سامحني هلا بعديك تعقيب على معناتها كلام لطفي العبدلي في برنامج بلا مجامله. لطفي العماري معناتها وكانه معناتها انزعج من كلام لطفي العبدلي، قالوا معناتها مش لازم نقولوا هكا والفنان ما لازمش. قال هاو شو يقصد لطفي العبدلي معناها الكلام اللي قاله لطفي العبدلي هاو قال شو يقصد. اي صحيح صحيح الكلام ايوه حاب يفسر حاب يهدي الجو صحيح. فهمتي؟ لا ما عرفت حتى جات معناها اللي قاعد تلقى يدور في الصحافه والكلام اللي قاعد يدور انه لطفي العبد اللي ما عمل حتى جات روبيتيش ابدا. فهمتك. هالمشروع انه اي التاويل صار في مخ سمير ديلو
فتات لو كان ما عملناش تيترا وتأويل صار عند السادة المشاهدين خاطر لابريتو لطفي العقلي نجم يقصد صباع الواحد الإبهام نتاعنا كي نعملوا به هكا أوكي الامتياز وكي نعملوه تحت نعملوه معناها عكس الامتياز. فهمتك. معنا مش بالضرورة نقصد ديريكتومون الوسطاء. هيلا ذوادي شنو علاقة لطفي العبدلي بإضراب الصحفيين؟ يعني علي استدعينا لطفي العبدلي استدعينا لطفي العبدلي مش على خاطر إضراب الصحفيين. بس تصير مواجهة. استدعينا لطفي العبدلي على الفقرة اللي بعد إضراب الصحفيين. واضح. اللي واضح. هي عملنا فقرة من 23 أكتوبر ل 23 أكتوبر مشي و 23 أكتوبر جاي. الثقافة أو المشهد الثقافي تساعده ولا دايم تساعده. وأكثر واحد عانى من 23 أكتوبر 2011 ل 23 أكتوبر 2012 وأكثر واحد مرجوه كان لطفي العبدلي. صحيح. لأنه الثقافة كاملة مرجوها معناتها. هو مرة ما فماش أمل. هو مرة كل مرة ما لها مريضة فهمت معناها أكثر متضرر ربما بعد العبدلية ومصارف العبدلية أكثر متضرر لطفي العبدلي. فهذاك علاش تم استدعاء لطفي العبدلي. لطفي قال لي هلا ماذا بيا نعطي رايي في اضراب الصحفيين. قلت له مرحبا بك. اوكي للا مدام ميرسي بوكو يعطيك الصحه اللي وضحت لنا الامور ومرحبا بك. انا نحكي اي كمل بيان سور معناش تيتا انا خوفا من الايحاءات خايفه النهار الاخر واحد ما عرفش ينطق حتى كلمه يولي يحكي بالاشارات. نعدي نشر السم والبكم اي علاش ليه ربي يقدر الخير ربي يقدر الخير. ان شاء الله الحكايه ما تخش منحى اكثر من اللي موجود اصلا. وان شاء الله برشا الناس ما يركبوش على الحكايه في دعوة انه تم خدش جوستمون باللي قدم به قضيه. هو بالحق قدم به قضيه. قلت كما قلت انت اي سمعنا خاطر اشاعات ضد لطفي العبدلي. دخلوا برشا ناس في صغار والحكايه تشاركوا شي اشاعات باش يثيروا ضجه على الفيسبوك. ما تعرف برشا ديزانتوكس على الفيسبوك. يعطيك الصحه على ذوادي كنت معنا بالتليفون ومبروك مبروك اول تيت في بلا مجامله. مبروك العقبه التيت اخرى اول تيت العقبه التيت الاخرى. اول مره اونفيس اول ضيف ينسحب من برنامج بلا مجامله ومن ينسحب في مرديلو اللي معروف اللي دمه بلاس. استغربنا بانسحاب سمير الدين. انا هو ما ينسحبش معنا واضح الحاجه الجزار هذيك واضح. يعطيك صحة هلا ذوادي عضو قارة بلا مجاملة. عندكم بحر جلاسي جمعة جاية؟ أبدا ما عندكمش أبدا أبدا كانها نخموا نستدعوا البحر جلاسي. أها عليه؟ على خطر الرجل ما عنده ما يقول. إيه؟ واللي ما عنده مش مزيد بالبرنامج بلا مجاملة. واضح موقفك واضح هلا ذوادي. يعطيك صحة ومعدة برنامج بلا مجاملة كنت معنا على التليفون.